سلمى، يمكن بجميع مجالات الحياة أثبتت المرأة السورية بجدارة أن اليد الداعمة والسند القوي، فبرغم الظروف الصعبة اختار مجموعة من السيدات استثمار الوقت والجهد والمشاركات بمنتجاتهم اليدوية. أكيد نور، عم نحكي عن هي المشاركة اللي كانت ضمن بازار بكرة أحلى. هو مو البازار الأول، بازار يمكن لف كتير من الأماكن السورية وكان له بصمة خاصة. رح نحكي اليوم عن الجديد أكيد مع المنظمين والمؤسسين للبازار ست عطاء حجازي وأيضا عروبة السيد. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. خلونا بالبداية نحكي عن بازار بكرة أحلى، شو اللي بيميزه، شو الخصوصية لهيدا البازار، خصوصا أنه هو مو أول مرة بتقيموا فيه. بازار بكرة أحلى كان فكرة كتير حلوة منها إنه نعمل هيك بازار. طبعا كان لنا كذا مشاركة مع مجموعة من المشاركين، كل واحد كان له اختصاص محدد، وكنا كتير مبسوطين وفي كتير معروضات كانت كتير حلوة بالبازار، وكل مرة عم يكون معنا مشاركين جداد وأفكار جديدة. أكيد، يعني دائما يمكن بيتميز البازار بالمنتجات اليدوية اللي بيعملوها السيدات. خلينا نحكي عن أهم شيء مشارك فيه سيدات سوريات ببكرة أحلى. هلا أهم شيء مثل ما قلتي، البازار هو عبارة عن ثلاث أرباعه أشغال يدوية. نحن حابين كنا نشجع، ما في مطارح بسوريا بقى بيجوا على البازار. اكثر شيء المشغولات اليدويه يعني حلوه كثير ومرتبه، ونحن سيداتنا السوريات مشهورين بهذا الشيء، مشهورين انه بيعملوا شغلات يدويه كثير مرتبه وحلوه، يعني عندهم دقه وعندهم ديزاينات وعندهم يعني شغلات ما حدا بيحسن يعملها غير سيده سوريه. بقى نحن بندعيهم على البازار وبيشاركوا وتنتشر معروضاتهم. هي البازار فكرته انه تنتشر معروضاتهم، انه ينشهروا، انه يدعموا حالهم ماديا ومعنويا واجتماعيا. اكيد. ست عروبة، مثل ما قالت، يمكن عطاء اللي بيميز هيدا البازار هو العمل اليدوي للسيدات والنساء السوريات. خلينا نحكي شو بيتضمن هيدا البازار من عمل من اعمال يدوية. عنا مجموعة من السيدات عاملين، مثلا في عنا مشاركة من السويدة بتعمل منتجات طبية وتجميلية، فهي بتعملها بتحضرها، كتير تميزت بالحقيقة، يعني كانت معنا بأول بازار، فكانت إنه خدوا أشانتيونات صغيرة وجربوا، فبالفعل يعني كتير كتير لقيناهم كتير حلوين، فصرنا دغري نوصيها، ودائما يعني بنكون مصرين إنها تكون معنا، بنوجه لها تحية. أكيد. كمان في معنا مدام هيفاء، كمان بتعمل صوابين، كمان جليسرين، شاور للجسم، كمان عنا كروشي كمان بيعملوا معنا. كمان انا حابه انوه لقصه انه في كثير عالم ما عندهم القدره انه هن ياخذوا محل او يستاجروا، فنحن بالبازار كثير عم نهنئ لهم هذا الشيء، انه هن يستفيدوا اماكن للعرض، طبعا اماكن للعرض يستفيدوا وبسعر كثير بسيط، فهن عم يستفيدوا وعم يربوا يعني زباين لهم على طول، وكل شهر حتى يعني المشاركين اللي بيجوا على البازار دائما صاروا يطلبون يعني. فنحن قدمنا لهم مساعده بطريقه ما، وبنفس الوقت عملنا شيء حلو بأقل التكاليف مثل ما بيقولوا. أكيد، يعني هو الجمالية هي البازارات أنه استمراريتها وأنها بتلف مثل ما قلنا أماكن متعددة من دمشق وريف دمشق. كمان خلينا نحكي عن خلينا نقول الكتابة على الكنزات اللي هي أخذت كتير صيت، وبنفس الوقت الناس كتير حبوها لأنه فيها شيء شرقي، فيها شيء من بلدهم. شو الجديد؟ هلا الجديد اكثر شيء هلا الشتوي، بلشنا بالمطبوعات الشتويه، في هي العباره كثير بحبها عن دمشق، هذه دمشق وهذه الكاس، قصائد لنزار قباني، بعض الكلمات، بعض الجمل لنزار قباني، بس كلها بتحكي عن الشام، دمشق. عن دمشق، عن سوريا، في هون خريفي كمان عملت كم طويل، كمان بتحكي عن سوريا، عن دمشق. انا بحب كل شيء شعر عن سوريا وعن دمشق وهيك، اجمل ما كتب كل شيء مغترب برا بحب يعني. اكيد يعني بتضل هي معهم قطعه بتحمل هيك طابع. أيوة. ونحن لابسين نحن لابسين كمان لجميع الفصول يعني بالصيف. وهلا اكثر شيء هي الكنزه هلا
لتشجيع منتخبنا. اكيد منتخبنا اللي راح ان شاء الله ان شاء الله راح يربح، راح يجي منتصر يا رب ان شاء الله. بقى هي جديدي كمان، هدول عاملتهم خصوصي للمنتخب تشجيع له يعني. اكيد نوجه تحيه للمنتخب. اسعار حلوه، الكنزه كثير يعني ما انا غالي ابدا، يعني متناول لليد فينا نقول الاسعار ما انا كثير. لا لا لا، وكل شيء جروب طالع مع المنتخب كمان وصوا عليهم فمشان يكون كلهم كوستيم خاص كلهم مع بعضهم لابسين نفس الشيء. أكيد نوجه تحية لمنتخبنا الحبيب نسور قاسم ونتمنى له التوفيق بمباراته القادمة. كاميرا الأخبارية السورية كانت متواجدة بالبازار مع زميلتنا سالي الشار، خلونا نتابع بعض المقتطفات من البازار. أول شيء أنا مشروعي جديد اسمه دانتيلا. أول شيء بلشت أنه كتير سوق لبرات البلد بحجاباتي والأشكال الجديدة اللي طارحتها بالسوق. بعدين بلشت هلأ بالبازارات، صرت أعطي كمان للسوق، وبلشت كمان بالبازارات مشان العالم أكثر تعرفني وتتسوق بضاعتي أكثر. طبعا انه هو انه بالنسبه لهلا الاوضاع انه بلشت هيك انه مشروع صغير انه الي بقى يعني لا يتطور ويمشي اكثر. عم اشتغل يعني شغل يدوي بالبيت، منه انه يعني بتسلى الواحد نفس الوقت بيطلع مردود وشغله حلوه يعني كمان. وهدفي كمان انه بالبلد يعني انه يصير شيء يعني يستعملوا زيوت الطبيعيه للمعالجه البشره والجسم بدون الكيماوي، يعني نبعد عن المواد الكيماويه ونرجع للمواد الطبيعيه مثل قبل. يعني حبينا نشارك بالبازار لحتى نعرض بضاعتنا نبيعها بسعر ارخص من سعر السوق للناس تستفاد منها. يعني نور مثل ما تابعنا عدد كبير من السيدات مشاركة بمنتجات كتير، يمكن كل سيدة بتحب انها تقتني هيك شيء ببيتها. ولح ارجع لقيكم مرة تانية ونحكي عن اهمية هذا الموضوع بظل هاي الظروف، انه ممكن كل سيدة هي تساهم بشيء من بيتها، ممكن تعمل شيء. حتى في منهم سيدات بيشتغلوا شغل تاني ولكن هي الهواية صارت بالنسبة لهم شيء كتير مهم. مزبوط. هلا في عنا نحن مدام هيفا تبع الصابون، هي مهندسة بس حبت تشتغل بالصابون لانه عندها هوايه فيه. في عنا وحده كمان بتشتغل موظفه بالحكومه بس جددت اغراض بيتها بالكروشيه. حلوه هي الافكار طبعا، انه هي ما توقف يعني عن هي المخدات جلد نزلت لهم كروشيه، الشراشف الكروشيه نزلت اعاده تدوير، كثير حلوين وكثير مرتبين. وعن جد الاسعار كثير حلوه، يعني في كثير ناس سمعتها انه عم يقولوا انه البازار اسعاره اغلى من السوق. لا ابدا، البازار ارخص بكثير من السوق. يعني يمكن النقطه بتوقف أي عند الناس انه انا اذا البازار ما بده يقدم لي شيء بسعر رخيص صح، ليش لروح عليه؟ ليش لروح عليه؟ لازم يعني يكون اقل. مزبوط. حتى في يمكن سعر التكلفة عم يكون الأسعار بالبازار. حتى الشركات اللي مساهمة معنا فبضمن فترة البازار هي عم تقدم أسعار أقل عن سعر السوق، وممكن مثلا يقدموا عروض كتير قوية. طيب قديش مهم فعلا إقامة هيدا البازار يمكن لمنح فرص عمل جديدة لسيدات السوريات، خصوصا نحن في ظل الحرب اللي عم نعيشها في كتير الناس تهجرت من أماكن عملها من أماكن سكنها. هي يمكن تعطي دعم للمرأة السورية اللي ما عندها معيل اليوم في ظل الحرب. المرأة السورية نتيجة الأزمة ونتيجة اللي صار أكيد تضررت، سواء كانت بتشتغل أو ما بتشتغل، فهذا الشيء عطاها دافع معنوي، عطاها شيء إنه هي فيها تعمل شيء، فيها تشتغل، فيها تكون معيلة ذاتها. أكيد أكيد فيها ممكن فقدت حبيب أخ زوج معيلة ذاتها، معيلة عيلتها إذا كانت هي اشتغلت صح.
فنحن بندعمها وبنساعدها كثير ومنقول لها كيف تشتغل ومنقويها كثير. فانا بلاحظ انه هن ببلشوا بيحسوا بسعاده داخليه. طبعا في سيدات مشاركين معنا هن يعني ما كثير متضررين او ما كثير يعني بهدف مادي، بس بتقلي مثلا انا حابه اعمل شيء احسن مثلا ما اقعد مثلا او يروح هذا الوقت بدون استثمار، فلا ليش ما بستثمروا بشيء حلو بفرغ طاقه عندي. وبالحقيقه نحن عندنا سيدات عن جد بيطلع منهم كثير شيء حلو ومميز، فهن بينبسطوا بيتسلوا وبيستفيدوا ماديا وبكون عملنا شيء حلو، وحتى الزوار اللي جايين لعنا بيكونوا كمان اعطيناهم بينبسطوا يعني غير انه بيعملوا شوبينج وهيك، فهن مبسوطين انه جايين على البازار. اكيد يمكن كمان لازم ننوه انه بكره احلى لف اماكن كثير، يمكن مؤخرا كان ببلودان. خلينا نحكي عن خصوصيه هذا البازار وخصوصا ضمن مهرجان بكره احلى ببلودان. صح، هلا بكره احلى بلشنا بسلسله عده اماكن. بلشنا بالمزه، قصر الياسمين، ديونز، رحنا على بلودان. بلودان كان كتير مميز وحلو. نحن حكم بازارنا مع مهرجان بلودان، يعني حكمة بازارنا ومهرجان بلودان مع سوا. كان تعاون كتير حلو من وزارة السياحة لنا ودعم، دعمونا يعني. وأهمية وجودكم في أول مهرجان بلودان، يعني كنا مبسوطين إنه نحن أول حدا أول مجموعة بتقدر تعمل ببلودان. ما بتتخيلي السعادة كان في يعني تجمع جماهير كتير يعني ما بتتخيلي هاي اللحظات. يمكن أنا دائما بقول لهم بازار بلودان كان أحلى بازار، اللحظة اللي نرفع فيها العلم علمنا بساحة بلودان ما بتتخيلي اللحظات، بكينا كلنا من قلبنا، كنا مبسوطين كتير، كان كتير حلو البازار. حتى أهل بلودان يعني استمتعوا إنه رجعت العالم ورجعت المطاعم ورجعت الفعاليات ورجع الفرح. والجدير يعني بذكر إنه المناطق يمكن المنطقة ما تم إعادة تعميرها بشكل كامل لأنه بسرعة قياسية. صح، بس أنا بس أنا المنطقة والعالم فورا رجعت. يعني بدي أشكر أهل بلودان كتير كتير ساعدونا، الأوتيلات تفللت، قدموا لنا بيوت، قدموا لنا مساعدات، كتير كتير كانوا متعاونين كتير. نعم، يعني كمان لازم ننوه انه لكل يلي بيحب انه يروح ويزور البازار هو مستمر ليوم السبت. المكان والتوقيت من ايمتى لايمتى بيبدا، مشان كل اللي عم بيشوفنا بحب يروح يزور ويشوف وبنفس الوقت يتاكد انه نحن عم نحكي عن شيء فعلا هو صناعه سوريه وبنفس الوقت مثل ما قلنا باسعار منيحه. هلا نحن بازارنا بلش امبارح بينتهي السبت 30/10، الوقت من 11:30 للساعة 11 بالليل، يعني طالما في عالم موجودين. أنا بدعي كل امرأة سورية حابة عندها شيء، عندها فكرة حلوة، عندها معرض معروضات شيء، أي فكرة ببالها وحابة إنها تشارك معنا بدعيها انه تشارك معنا واهلا وسهلا فيها. اكيد، وشكرا كثير لكم، واكيد بكره احلى دائما. أكيد. بهمه هالسيدات السوريات يلي اختاروا بلدهم هو رساله وهويه لهم بكل شيء قدروا يعملوا. شكرا كثير لكم. اكيد نتمنى لكم التوفيق بكره احلى مثل ما قالت سلمى بهمه النساء السوريات. يمكن المراه السوريه منذ بدايه الازمه لليوم اثبتت انه هي مراه جديره بكل المقاييس، فتحيه لكل